طبعا اللقاح اللي يعني اللي الاصلي اللي عمل للجدري يعني غير موجود الان. تم تطوير لقاح جديد لسترين اسمه انقرة سترين من الفيروس اللي بيسبب الجدري وجدري القرود. أيوة. وتم اعتماده من منظمة الأدوية والغذاء ومنظمة الصحة العالمية في 2019. يعني هو في نوعين من الجدري، هذا الجدري القرود يعني الذي يحدث في غرب أفريقيا، 1% من المصابين يمكن أن يتوفوا. الذي يحدث بصورة أكثر حدة يحدث في وسط أفريقيا، في منطقة الكونغو سنترال أفريقا أفريقيا الوسطى وهكذا، وممكن يصل إلى 10%. لكن أسباب الوفاة في تلك الدول لأن هناك أمراض أخرى مصاحبة وأمراض أخرى معدية مصاحبة، وكذلك أن المناعة تختلف يعني. الذين لديهم مشاكل وأمراض أخرى وضعف في جهاز المناعة، هؤلاء هم يعني أحرى بهم أن يأخذوا التطعيم اللقاح الجديد الذي يعني تم اعتماده قبل عامين أو ثلاثة.